اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه خاصه جدا مع دكتور وفنان الدكتور سامي قباوي من مدينه حلب، التلمذ على ايادي كبار من عمالقة الفن، من 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 الاستاذ صباح فخري الى الاستاذ الراحل عبد القادر حجار، الى يعني ما شاء الله من العمالقة الكبار اللي منهم توفوا منهم لا زالوا على قيد الحياة. ضيفنا اليوم الدكتور سامي قباوي، بنرحب فيه مع بعض لكن بعد الفاصل. اولا يسعد لي اوقاتكم وشكرا كثير على استضافتكم في مدينة فيينا، والله لأول مرة، وأنا بشكركم، بشكر كل من اللي عزمنا بنتابع معكم اللقاء الحلو. طبعا أنا درست في حلب بعد تخرجي المعهد الطبي في البداية في سوريا، المعهد الطبي، وتابعت المعهد الطبي إلى دراسة، بالإضافة لجانب المعهد الطبي كنت أدرس السولفيج الموسيقي طبعا عن أستاذ معروف الله يرحمه ويرحم ترابه، أستاذ عبد القادر حجار، عملاق المرشحات طبعا. طبعا هذا ما بنقدر نقول، يعني هو كان من ما كان من بعده حدا، يعني طبعا نحن كلتنا اللي تخرجنا من تحت ايده من اصدقاء كبار، من نهاد نجار، من عبود بشير، نور مهنا اللي صار في مصر، عبود بشير، صفوان عابد، عمر سرميني الله يرحمه، رضوان سرميني، كنا كلتنا في احمد لبابيدي، وائل لبابيدي، هذول توام كانوا معنا، هلا واحد في فنزويلا واحد في في الرياض ما شاء الله، يعني اصدقاء ما بعرف اذا كان نسيت شي حدا يسامحنا. طبعا نحن درسنا الموسيقى، وبعدها طبعا انا اكتم ربع قرن، يعني تقريبا شي 30 سنه طلعت بزياره على اليونان، وزياره قدرت اعمل واحقق أحلام كثيرة بمجال الموسيقى والدراسة وتطور أحلم أكمل أحلامي، فكانت الأحلام أكثر أني أن أطلع إلى إسبانيا، فطلعت إلى برشلونة الحمد لله وقدرت أحقق أكثر كل أحلامي أن أكمل دراستي، ودرست الطب الرياضي، الطب الرياضي هي 5 سنوات، وقدرت أني أفتح عيادة طبية أو مركز طبي صغير في منطقتي، وحاليا تقريبا العيادة الطبية عندها 16 سنة. العيادة الطبية تشمل كثير من الأمراض العظمية والفقرات والدوالي والانحراف، انحراف الفقرات وغير ذلك من الأمراض العظمية، والحمد لله يعني في برشلونة، فقط في برشلونة 27 سنة. أنا الموسيقى في دمي، يعني أنا شاركت هلأ في المغرب مع علما بأنه العائلة تبعي من المغرب، أصلها من المغرب، شاركت فقط خلال آخر 5 سنوات 6 سنوات في كافة محافظات المغرب، المحافظات مراكش، طنجة، تطوان، ويعني تحت رعاية كثير من الجمعيات والوزارات، والحمد لله بعد يعني بيكلموني، ولا أحيانا أنا بالخدمة تبعي ما بتطلب أن أقدر أروح، وحتى بيتطلب مني حفلات مسارح وحفلات أعراس، فاضطرب واعطوني عندي طبعا اذا لوحظ بالصفحه تبعي اعطوني الجنسيه المغربيه، انا عندي الجنسيه المغربيه ما شاء الله، حتى سموك نعم وسفير، نعم سفير الاغنيه المغرب العربي، نعم في كبير من الصحافه مثل الاستاذ حسن بيرش والشاعره الكبيره اسماء المصلوحي، لها فضل، لهم هدول يعني فضل كبير 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 علي. انت الزمان اسمها جميل، انت الزمان اسمها جميل، اسهر معك على شط النيل، الدنيا كلها حزدانا إن اسمك كانت حيرانا،
الدنيا كلها حزنانة، إن اسمك كانت حيرانة، وأنا والجميل قاعدين سوا قاعدين سوا على شاطئ النيل. طبعا لا، أنا عندي أول شيء حياتي إني طبعا الموسيقى هلا عندي بالشهر السادس بعد العيد إن شاء الله ألبوم كبير، وأنا وهو مصور من في المغرب، في المغرب تصويره في المغرب، والألبوم هذا إن شاء الله بنزل بعد العيد مباشرة في 15/7 إن شاء الله. أغاني التراث، أغاني القدود الحلبية، يعني كل شيء من التراث، التراث الحلبي. لذلك مطلوب مني أغاني كتير وتقاطيع كتير. بعض الحفلات، آخر حفلة يعني بتذكر من شي شهر ونصف، الحفلة كانت في مدينة تطوان. مدينة تطوان لأول مرة بعمل حفلة، حفلة عرس، وطبعا هي مصورة وعندي لقطات منها في الصفحة تبعي. الناس طبعا حفلة مختلطة في المغرب، والناس موجودين كانوا حتى الرقص حتى يطلعوا على الطاولات وكذا، وكان فعلا حفلة جيدة جدا جدا. وأنا ما حسيت فعلا وأنا في بلدي في المغرب، في بلدي. وأشكر فعلا يعني اللي دعاني لأول مرة وساعدني كتير، أستاذ حسن بيرش، هو رئيس قلم الصحافة للقلم الذهبي في طنجة المغرب. نعم. كان الله يرحمه، الله يرحمه ويرحم ترابه. كان فعلا يعني ما عنده، كان شوي جاد يعني، بأكثر أوقاته جاد. وإذا واحد غلط يمكن ما يقدر يعد له الخطأ تبعه، يعني كيف يقول له أني ينقده بدون ما يجرحه، لأنه دايما هي النقد حلو كتير. أني أنا أقول لك أستاذي هذه الغنية ما نجحت معك، أو هذه بدون تجريح، أو إذا بدي جرحك يا أخي هذه الغنية عفست فيها. لا، ما كان بجرح حدا، كان عنده كتير أسلوب كتير حلو، والله يرحم ترابه. لهلأ بتصوره كأني قدامي. وكان وأكثر أيامي كنا بروفاتنا في نادي شباب العروبة وببيته، لهلأ بذكر عنوانه ما بعرف هلأ بالضبط، بناية أمية في فوق المسبح البلدي في حلب. بعد من هذا الكلام طبعا أكثر من 35 سنة. والله يا أستاذ الكريم، أنا بقول أني بهالزمن هلأ حاليا قليل قليل من الناس اللي بدهم فقط تسمع الموال، تسمع فقط. هذا الزمان أكتره يعني ما عاد بده غير غنية اللي فيها رأس، اللي فيها موسيقى، والموسيقى هي 70% اللي تغلب على الكلمات والطرب. أصبح يعني قليل من الحفلات بدهم شيء اسمه طرب، ويعني نحن منضل منتابعين شيء اسمه طرب، وبطلبوا مننا نحن أغاني. يا أخي ممكن تغني لنا لجورج والسوف؟ والله يعني إذا كنت مجبر أغني لكم، ولكن مو من مستواي أستاذ جورج والسوف، أو مو اللي أنا المطلوب مني. أو إذا طلبتوا مني أغنية محمد عبد الوهاب، طلبتوا مني أم كلثوم، طلبتوا مني وديع الصافي، طلبتوا مني أغاني حتى السيدة فيروز، ممكن نحن نلبيكم دعوكم. ولكن نحن نغني الأغاني الجيل اللي طالع أكثر هلا حالياً، وبدها هي إيقاع راقص، وبهمهم الرقص أكثر ما يهمهم الكلمات. أنا بقول في ناس كثير بعدهم ممكن يكون راح عليهم الوقت، يعني جاهن وقت وما قدروا يتحكموا بالنوع من الأغاني أو الكلمات أو الألحان. أنا بقول يعني كثير من الناس يعني انطلب منهم تقطوقة فرفضوها، ففي اليوم الثاني ما عاد يقدر يشتغل مثلا في مطعم أو في فندق أو في. أنا بعرف من كبار المطربين بدون ذكر أسماء، ومطربين معروفين على مستوى إذاعة وتلفزيون، فانطلب بحفلة من الحفلات غنية لا هي هو معروف هالأستاذ هذا كبير موشح ودور ودراسة وعبقري في دراسة الموشحات، طلبوا منه غنية لو 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 لو، يعني بتقول أنت يعني، قال له ما بغني أخك. أنا بس بطلبوا مني أغاني إذا بحفلة عرس، طبعا هم دافعي لي
وبقولوا نحن عنا اللي بيدفع هو اللي بيشتري، بس تشتري بأي شيء، بس تشتري مطرب وتقيده بلون مو لونه صعب كتير. أنا طبعا كنت أسمع من كبار، نرجع من عيد أستاذ عبد القادر حجار، هذا السؤال سألوه، يعني هذا السؤال نسأل من أكثر من 30 و40 سنة من مؤسسين الموشحات، قاعدين أستاذ عبد القادر حجار أستاذ نور مهنا وقاعدين بيسألون إني الموشح هو عراقي أو الموشح أو دور هو تونسي أو ممكن يكون، طبعا في المغرب كمان عندهم شيء اسمه مطرب موشحات وأدوار، فما في شيء اسمه ما مط... هلا عندي أصدقاء في المغرب ما اسمه مطرب، يعني اسمه مودع أو مغني الموشحات مو مطرب يعني، وبيطلع بيقلد كل شيء. منعود أنا سؤالك عن هل هو عراقي أو سوري، ما بعرف أنا يعني بالنسبة إلي ما بقدر، أنا ما عندي الرد الصحيح لأقول إني عراقي. أنا برأيي إلي اللي جاوب أستاذ عبد القادر حجار بيقول لك نحن أصل الموشحات بالمية مية هو أصل سوري وتراث سوري وشامي وحلبي، يعني مكون من سوريا بلاد الشام، بيقصد بلاد الشام هي بلاد الموشحات والتراث العربي الأصيل، ونحن طبعا باعتبارنا من حلب نحن منقول هي حلبي التراث الحلبي، ولكن التراث بشكل عام التراث السوري من بلاد كل بلاد الشام. والله أنا بشكر كل من دعاني بهاي، وغير متوقع بصراحة، هي مفاجأة كبيرة إلي، أنا لأول مرة بجي على فيينا ببعض الأصدقاء اللي دعونا وبشكرهم، وبشكر أستاذ فادي محمد خير نحاس، بصراحة بشكره من القلب لأنه الوالد أستاذ محمد هو صديق الطفولة، صديق الطفولة من الصغر، الله يطول في عمره، هو طبعا يعمل لي مفاجأة، وبشكر كل من دعانا وأقام، وبشكركم جميعا. يعني نشوفك إن شاء الله مرة أخرى في اليمن. إن شاء الله إذا أراد الله سبحانه وتعالى، إذا أراد الله ممكن نشوفنا إن شاء الله، نشوفكم. شرفنا فيك دكتور. الله يبارك فيكم. شكرا. شكرا.